بالنسبة للمجموعات احنا اخترنا مجموعة لما بنقول قرعة فهذا ده تقليد. مع البطولة دي تحديدا القرعة بتفقد الشكل التقليدي ليها، بمعنى انها المؤهل هو الاول فقط، والمؤهل الاول فقط يبقى لازم ما يكونش في ذهنه اي فريق ايا كان هيلعبه في البدايه هيلعبه في النهايه احنا عندنا كل الدول اللي هتكون موجوده معانا لازم نكسبها، والا مش هنحقق الهدف بتاعنا. يعني 16 منتخب، المنتخب الاول فقط هو اللي هيؤهل لاولمبياد باريس 2024. يبقى معناها ان اي دوله او اي منتخب احنا هنقابله هو بالنسبه لنا بطوله. هي القرعة تقريبا كانت متكافئة باستثناء شوية المجموعة اللي فيها المغرب والجابون والجزائر وليبيا نفس المستوى، أربع منتخبات نفس المستوى، بس قدر الله ما شاء فعل. البطولة حتكون مستوى كبير لأنه أربع مجموعات، يعني 16 منتخب، وأول مرة تجري بطولة ب 16 منتخب، والكل مستعد أنه طامح أنه يمشي لبطولة العالم بحكم أنه خمس مقاعد. الأكيد أن المنتخبات هتجد دافع على حدودها الكاملة، وأكيد أنه النهائي حيكون في مستوى كبير إن شاء الله. إحنا عندنا 16 فريق تم سحب القرعة بناء على المستويات، المستوى 1 و2 و3 و4. الأربع مستويات دول بناء على آخر بطولة إفريقية أو تم تصنيف الفرق، سحبت أربعة الأول بعدين ثلاثة وبعدين اثنين، وتوقف سحب القرعة لما مصر تختار المجموعة اللي هتخش فيها. مصر اختارت المجموعة بي أو المجموعة ب، وده اختيار طبعا اختيار كامل للجهاز الفني. البطولة بداية البطولة زي ما الناس كلها عارفة هتبتدي يوم 19، والمباراة النهائية يوم 29. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مصر تبقى بتلعب يوم 19 وبتلعب يوم 29. مجموعات متوازنة، الفرق القوية متوزعة كويس. يعني احنا المفروض منتخب مصر الهدف بتاعنا ان احنا نكسب البطوله ونصعد اولمبياد، فعشان نعمل كده لازم نكسب كل الفرق. فمش انا اعتقد يعني احنا كلاعيبه وكجهاز فني مش فارقه لاعب مين امتى، لان احنا البطل الاوحد لازم نكسب كل الفرق. فانا اتمنى ان احنا يعني نكسب كل الفرق، فمش فارقه مثلا الناس بتقول انا لعبت تونس سيمي فاينال، الموضوع غريب شويه، بس يعني كيكي هنلعب تونس وهي هنلعب كاف فيردي، كيكي هنلعب الجزائر، فمش فارق ترتيب الماتش لان احنا هو بطل واحد بس اللي بيتاخد. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب كل الفرق، وان احنا نقول شرف ان احنا نلعب اولمبياد، لان الاولمبياد حاجه كبيره جدا. يعني ليه اخترنا مجموعه بي؟ يعني قبل المرحله الاخيره اللي هي الليفل اي، الفرق كلها ما حدش كان عارف مين هيروح مع مين. فاحنا بالنسبه لنا كانت المجموعه بي، احنا عايزين نخش البطوله تدريجي. الفرق على فكره المستويات اتغيرت بشكل كبير الفترات اللي فاتت دي، في فرق من افريقيا اللي عندها لعيبه كتير بتلعب في الدول في انديه اوروبيه، يعني فرقه كاف فيردي مثلا فيها فرق بتلعب فيها لعيبه بتلعب في البرتغال وفرنسا واسبانيا، نفس الكلام كونغو الديمقراطيه، انغولا طبعا، والجزائر والمغرب، كل دي مستويات اتغيرت بشكل كبير. احنا بالنسبه لنا عايزين نخش في البطوله تدريجي، بعد كده الا كان هيجي احنا ما كانش قدامنا احنا رايحين فين. فاحنا كان بالنسبه لنا ان احنا نخش مجموعه بي، يعني بالنسبه لنا تدريجي احسن، هنروح المجموعه دي. كان اي حد هيجي بقى مع انغولا كلهم تقريبا نفس المستوى تقريبا.